وما حكم الذهاب للمزارات إلى منى وعرفات والمشعر الحرام للمعتمرين، كذلك جبلي أحد وثور؟ كل هذا من الخرافات، كل هذا من الخرافات ومن ضياع الوقت ومن البدعة التي يأثم عليها الإنسان. لا يذهب إلى عرفات إلا يوم عرفة، يوم عرفة هو حاج يذهب إلى عرفة، لا يذهب إلى منى إلا أيام التشريق وهو حاج، لا يذهب إلى الجبال، لا جبل لا جبل ثور ولا جبل حراء ولا غير ذلك، لأن هذا لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يذهب إلى جبل حراء ولا إلى غار حراء بعد البعثة، ولا كان يذهب إلى غار ثور، إنما ذهب إليها في وقت الحاجة، في وقت الحاجة يوم كان يختفي عن المشركين قبل البعثة، ولما هدده المشركون ولما أراد الهجرة اختفى في غار ثور حتى ذهب عنه الطلب، فعل هذا للحاجة، ما فعله لأن الغار له فضل ولا له، ولا في تخصيص لأي غار يحصل لك به مأوى تسكنه أو تقيم فيه.